عامله ايه؟ تمام. دي ليا؟ انت ست؟ ايه اللذاذة دي؟ تعالي اتفضلي، مش هسيبك طبعا تمشي من غير ما اتعرف عليكي شويه. تعالي اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي بقى يا مريم، بقالك قد ايه شغاله في امازون؟ النهارده اليوم العالمي من بره، والصدفه ان هي بقالي سنتين اصلا النهارده. سنتين؟ ولو ان يعني اللي انا اعرفه ان مفيش ستات قوي بيشتغلوا الوظيفه دي، بس انا اصلا على فكره مقتنعه الستات ممكن تعمل اي حاجه في الدنيا، بس ماشي. يعني ايه اللي حمسك انت شخصيا ان انت تقدمي على الوظيفه دي؟ لقيت ان في تحدي ولازم اتحدى نفسي، ولما روحت كمان قدمت لقيت مفيش فرق ما بين الولد والبنت، بالعكس في مساواه جامده جدا. كمان ان انا اشتغل في شركه عالميه زي امازون او كده، وان انا اكتشف كمان ان انا اخد مهارات كبيره وباخد تدريبات كتير، ده حاجه بجد برافو عليكي. اكيد انت طبعا بتواجهي بقى تحديات كتيره قوي يعني في الوظيفه دي. سنتين اكمل اكلم العميل يتفاجئ مثلا اذا بنت في امازون جايه تسلمني زي ما انا اتخضيت كده بالظبط. طب في سؤال انا عايزه اساله لك، فضولي جدا، بس انا عايزه اعرف عشان عايزه اعرف عليكي اكتر. بتسمعي ايه بقى وانت راكبه العربيه وانت بتوصلي الاوضه؟ بتسمعي مزيكا ايه؟ ام كلثوم وعبد الحليم. ده بجد. ايه ده، انت بتحبيش المزيكا بتاعت الايام دي ولا ايه؟ بحب مثلا انغامي، عمرو دياب. وانا كمان قوي. طب قولي لي بقى، انت شايفه ان امازون بتدعمك ازاي؟ امازون مثلا بتدعمني في حاجات كتير، مثلا في تدريبات كتير قوي، في ان هي كمان عامله لنا كورسات انجلش بتحفزنا في اللغه. حلوه دي. في كمان مواصلات بتاخدك من البيت لحد الشغل. ده امن اكتر ليكي. طبعا. مديرنا مثلا بيحدد لك شيفتك على حدد يعني الساعات اللي انت عايزه تشتغلي فيها. فقولي لي ايه تحديدا في بيئه العمل بتاعه امازون حمستك ان انت عايزه تكملي في المجال ده؟ اول ما روحت مثلا كان المفروض 3 شهور بس دي تدريبات ليكي، وبعد كده يا تكملي يا ما تكمليش. لا بالعكس، تدريباتهم وبتحفزهم ليا انا اكمل. شاطر. وبقيت متثبته هناك في امازون. مين مثلك الاعلى؟ ماما اكيد. اشمعنى؟ ماما هي اللي وقفت معايا وادتني حماس كتير جدا. لا انا فخوره جدا على فكره والله بجد، يعني ده فعلا انا مبسوطه قوي بيكي. شكرا جدا، انا شفت حضرتك بجد، مبسوطه جدا انا شفت حضرتك. انا اسف. ثانك يو.